وين بالك عمي يا ما نطمن على ام محمود. يا حصلت عليك يا محمود؟ يا حصل لك شيء من بده ياخذ البيت يا محمود؟ لا 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 يا اختي. نعم. هي الشغله اللي عم تصير هي بتطولها تخلص؟ لا ان شاء الله دقيقه وبتكون طلعت. شو دقيقه؟ صار لها ساعتين ونص يا اختي. ان شاء الله خير. ليكون صار لها شيء المخلوقه نفس طلع ما نزل. شو طلع هلا بينزل ان شاء الله. هي ام محمود هي لك يا حصرتي عليك يا ام محمود. يا حصرتي عليك يا ام محمود اذا صار لك شيء. يا حصرتي ام محمود. العملية. ايه شفتك ولا عمي كمان؟ قلبي معك يا مشغل البال مرتاح، يلي تدور ما تلاقي داعي، ما تلاقي داعي، المشكلة انك عارف الا لو جاحد. هلا شو هي المريضة طالعة عم بتغني؟ بنجي مثل عليها. انا هي أول مرة بشوف مريضة طالعة بنجي عم بتغني، بالعادة بيطلعوا مصيفين. هي بسبعة أرواح. دبري لنا شي مريض أو مريضة قبل ما أشلع. حوالي عينك، دقيقة بس. ألو؟ إذا بتريدوا بعتولنا إذا في شي مريض لأنه غرفة العمليات فاضية. ماشي. الحمد لله على سلامتك يا أم محمود، إن شاء الله معافية يا أم محمود. الله يسلمك يا فزفز، أنت أحسن فزفوزة بكل المستشفى. شكراً شكراً شكراً. لك حمى، زلي زلي أنت وأخوك فلكتوني بالمستشفى، لك تركي المقص ما كنت تتركي، عم يعمل لي العملية الدكتور، نازلة حكش فيني بالمقص ناقصني لأنه أنا شفتك شفتك. الحمد لله على سلامتك يا ام محمود. انا سالت الدكتور اللي عمل لك العمليه وطمني كثير، قال غير لك اربع شرايين ورجع قلبك جديد وخلنج. ايه الحمد لله. تعبتكم معي مو هيك؟ الله يعطيكم العافيه. شو هالحكي يا ام محمود؟ نحن اهل وجيران، إيه مالك علي يمين تحلفيني اني بحبك مثل اختي واعز، وابو تحسين كمان بعزك كثير ها؟ ايه مثل ما قالت مرتي واعز؟ وانا كمان بعزكم كثير كثير، سألوهم مو بعزهم كثير انا. المشكلة انك عارف ان كلها لله. ام محمود اسمك هلا عملتي العملية والله كتب لك السلامة، يعني صار الواحد بيقدر بيسألك، طمنيني المحروس ابنك اللي بخور فكان، إن شاء الله بعت لك ال50,000 تبع البصل لأبو تحسين. قلبي 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 أوه روح على فوق جيب الدكتور أوه دكتور دكتور ليكون طلع ما نزل. لا 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 اهلين هنو اهلين اهلين ست مها كيفك؟ الحمد لله. كيف السيد نعيم؟ بيسلم. هيك بيسلم من بعيد لبعيد، لا بتجوا لعنا لا بتسهروا عنا لا بتزورونا، ليش قاطعيننا هيك؟ انتم ما عدتوا اجيتوا؟ انا ملحق علي الحق على رفيقتك ها، شو يلا جميل حق عليكي انا جاهز روح لعندهم انت ما عم تهدي. ايه ماشي هلا خلينا نروح هلا بيكونوا الاولاد جاوا يلا. ماشي على وين رايحة؟ على البيت. ايه تفضلي بوصلك شرفي. لا شكرا عندي مشوار اقضيه قبل البيت. ايه شو عليه بوصلك مشوارك اهلا وسهلا. ايه جميل مها ما بتحب تروح غير بسيارة المديرية يلا خلينا نروح. سيارة المديرية عجقة فوق بعضكم بيقعدوكم هون فاضية تفضلي. شكرا ما بدي اعذبك. لك ايه ما في عذاب بالله تفضلي. جميل لا تخجل مخلوقة بركي بدها تروح شي مشوار ما بدها اياك تشوفها يلا خلينا نروح روحي مها روحي يلا الله معكم. مع السلامة. يلا حبينا نخدم شو سوينا؟